It's row upon row upon row of machines, all working together to provide the services that اتهامات جديدة لتيك توك بالتجسس. هل تم الجيل بريك متاع البي اس 5؟ شنو جديد بالنسبة للموتور دو ريشيرش جوجل؟ But for you, we hope it means that the next time you close your eyes, you think of Google. مرحبا، اهلا وسهلا بكم في التاسعة تريندينغ، الرانديفو نتاعكم للميزاجور على قناة التاسعة. نحكيو على اخبار التكنولوجيا، نحكيو على الكونتينيو الكل اللي يخص الديجيتال، قسمناهم التاك، الجيمينغ، الكونتنت، الانترنت وغيرهم من الفقرات، وان شاء الله ينالوا اعجابكم الفقرات هذوما والاخبار اللي لميناهم اليوم. حوصلة لاهم الاخبار التكنولوجية كالعادة، هذه التاسعة تريندينغ. الأمور تبدأ توضح أكثر بالنسبة للبي سي أود جام متاع أزيوس، للزينبوك 17 فولد في تونس انطلاقا من الشهر الجاي. أبارتير من الشهر الجاي نفهمو هل باش يتم إطلاقه أم لا، ووقتاش باش يتلاصق في المارشي متاعنا. الزينبوك 17 فولد سي أن بي سي فولدبل، يعني أن بي سي يتطوي، هو الأولاني من نوعه بالنسبة لأزيوس، وظهر في سبتمبر اللي فات بمناسبة ليفا في برلين. أن إكران دو 17.3 بوس بليابل، ما يخلي البي سي يتحول لتابلت. Un écran OLED, un PC fille, un processeur Intel Core i7 12e génération, 16Go de RAM, stockage 1TB SSD NVMe. Il est Ken Bishitlan, ça fait tourner sur un Zenbook 17 Fold, Mosh Bishiokhur Jakbal Rbia 2023. Asus Fessanouet et Lifetit, ma faltitch le lancement par les PC haut de gamme mtaha. Il est Ken Lumour Mishwad Hal, le PC Hede, fait un Lumour Wadha Mrigla Benes, mais le ROG Phone, smartphone mta gamers mta Asus. La ROG Phone 6, la 6 Pro, la 6D, la 6D Ultimate, Bishitim et la Confitunes. Hatta téléphone Asus, mahum barmej l'il marché mtaana. برشا نقاط استفهام حول الرينو 9 متاع اوبو، مازلنا ما نعرفوش وقتاش باش يتم اطلاق التليفون هذا، لكن التليفون مازال ما خرجش وبعض المعلومات على الكونفيغوراسيون نتاعو بدات تتسرب. الرينو 9 برو من المنتظر انه باش يعمل على اون بوس سناب دراجون 778 جي يعني اوبتيميزي للجيمينغ، والغريب انه التليفون باش يكون جديد والبروسيسور نتاعو خرج في 2021. لحد الآن مازلنا ما نعرفوش الدات متاع إطلاق الجام رينو الجديدة. الجام رينو 8 مازلت كي تم إطلاقها عالميا في شهر سبتمبر. بالمناسبة الرينو 8 هو بيدو زادة ماهوش باش يخرج في تونس. السمارتفون بليابل هما لي توندونس تكنولوجيك اللي ماشيه مليح منذ 2019، وقت شركه سامسونج لانسيت الجالكسي فولد الاولاني. العديد من الماركات ركزت مليح على النوع هذا من التليفونات، واطلقت زاده هي بيدها تليفوناتها دي سمارتفون اللي فيهم ان اكرون يتطوي.
كما سامسونج ولا هواوي بالكاع ميت ولا موتورولا ولا تي سي ال وفيفو اللي خرجت الاكس فولد وشاومي اللي خرجت الميكس فولد وغيرهم. حسب الكلام نتاع اي دي سي فانه المبيعات في 2021 وصلت ل 8.1 مليون سمارت فون بليابل تباعوا على المستوى العالمي، رقم ضعيف برشا، لكن الرقم هذايا باش يخلط ال 41.5 مليون سمارت فون بليابل في حدود 2026، يعني بنسبة نمو باش توصل ل 38.7%، رقم مهم جدا يورينا التطور نتاع السمارت فون بليابل في السنوات الجاية. زوز عوامل باش يطلعوا في مبيعات الهواتف الذكية البليابل، دي زيكرون بليابل أرخص ابتداء من 2023، بما أنه كل الأخبار تأكد أنه أبارتير من العام الجاي باش يكونوا فما دي سمارت فون موين جام يتطويو. والعامل الثاني هو دخول شركة أبل للمارشي هذا ابتداء من 2024 حسب بعض التقديرات. مادام نحكينا على أبل، لا، شركة أبل ما يسوش تعمل أن إيفينمون في شهر أكتوبر كيف ما كان منتظر. أبل باش تعمل على لونسمون ديريكت للي برودوي نتاعها في الشهر هذايا. دو جام باش تعمل عليهم شركة أبل حسب بعض الأخبار، دي زايباد إير إي برو جدد، وكذلك اون جام جديدة متاع دي ماك يعملوا على البوس إم 2. كوتي لوجيسيال من المنتظر انه ابل باش تلانسي الايباد او اس 16 والماك او اس فنتورا اللي اكتشفناه في دبليو دبليو دي سي في بداية الصيف. اتهامات مش جديدة على تيك توك، الريزو سوسيال الصيني متهم بانه يجمع المعطيات الشخصية متاع المستعملين متاعو. جديد المرة هذه الرابور متاع Consumer Reports وهي جمعية متاع دفاع على المستهلكين في أمريكا اللي قالت إنه تيك توك ما يكتفيش فقط بجمع المعطيات الشخصية متاع المستعملين متاعه، ولكن أيضا بايت دانس الشركة الأم متاع تيك توك تقوم زادة بجمع المعطيات الشخصية متاع الناس اللي ما عندهمش كونت تيك توك. اتهامات اختيرة. حسب الكلام متاع Consumer Reports فإنه تيك توك عنده شراكة مع مجموعة من الشركات المختصة في الإعلانات على الإنترنت اللي عندهم دي تراكرز، أي برامج لمتابعة الأنشطة على الإنترنت. الشركات هذه تقوم بجمع المعطيات لشركة تيك توك. بالمعلومات هذه تيك توك تساعد لزانونسور متاعها أنهم يقويوا الافيكاسيتي متاع الإشهار متاعهم. من بين المعطيات هذه تيك توك النجم يقول لك هل شخص معين شراء برودوي من موقع عن طريق تيك توك أم لا. حسب Consumer Reports معطيات حساسة تتحصل عليها شركة بايدانس كيما لدريسي بي أو معطيات تخص تعاملات الأشخاص مع مواقع الانترنت. بايدانس اعترفت بالاتهامات هذه لكن قالت انه المعطيات الحساسة ما تعطيهاش للزانونسور. تيك توك نذكركم هو الريزو سوسيال المفضل للجون وخاصة للي اعمارهم بين 18 و 25 سنة. تويتر اعلن على اطلاق خاصية الموديفيكاسيون متاع تويت للمشتركين في تويتر بلو، الفيرسيون بيونت متاع تويتر واللي اطلقها منذ سنتين. الجمعة اللي فاتت الريزو سوسيال متاع الميكرو بلوغينج اعلن انه بدا في الاطلاق متاع الخاصية هذية. الموديفيكاسيون متاع التويت هي خاصية مطلوبة برشا من مستعملي تويتر منذ سنوات. الموديفيكاسيون ما تصير إلا في العشر ثواني الأولى بعد ما تبعث التغريدة متاعك. هل باش تكون خاصية متاحة لكل المستعملين؟ حتى واحد ما يعرف. من جهة أخرى تويتر هو بيدو شدد ثنية متاع تيك توك. الفيديو فيرتيكال باش يبدأو في تويتر في الأسابيع الجاية. تويتر باش يخدم على الريكومنداسيون متاع الفيديو، تطور مهم جدا يوري كيفاش باش يركز تويتر في الاستراتيجية متاعو على الكونتينيو فيديو في الأشهر الجاية. مبدئيا مستعملي الاي او اس هما اللي باش يبدأو بالخاصية هذية واللي انطلقت فعليا في أمريكا. حتى واحد ما كان متوقع شيء هذا، هاكر اعلن على الجيل بريك متاع البي اس 5. الجيل بريك اللي تعمل تري ليميتي ويسمح بخاصيات قليله لكنها تمثل انذار لسوني اللي التو عملت رياكسيون. الهاكر اسمه سبيكتور ديف والبارح قام بنشر التكنيك اللي تسمح بالاكسبلواتاسيون متاع فاي في الموتور دو روندو ويب كيت الموجود في الفيرسيون 4.03 في الفيرموير متاع البي اس 5. بالجيل بريك هذا الهاكر عنده اكسي للمنيو ديبوغ متاع الكونسول والامتيازات في النيفو روت اي ادمينستراتور. التكنيك ما خدمت كان 30% من الوقت على الفيرموير اللي خرج في 2021. الجيل بريك يمكن استغلاله في دي فيرسيون اقدم لكن ما هو ستابل. بلاي ستيشن لكونسول والبلاتفورم متاع الجيمينج متاع شركة سوني كانوا وما زالوا الوجهة متاع الهاكرز اللي يحبوا بكل الطرق انهم يتحدوا الشركة هذه.
منذ خروجها في مارس 2017 نينتندو سويتش أصبحت واحدة من أبرز الكونسول في العالم. أكثر من 170 مليون نينتندو سويتش تباعت على المستوى العالمي. إن كونسول إبريد مع السافوار فير متاع نينتندو يخليو الكونسول هذه مطلوبة برشا. منذ خروجها نينتندو عرفناها بثلاثة نسخ: الأصلية سويتش لايت والنينتندو سويتش أوليد اللي ما تبدل فيها شيء إلا الإكران واللون. ومازال اليوم الانتظار للنينتندو سويتش برو، الكونسول اللي برشا من المستعملين متاع نينتندو يتسألوا وقتاش باش يتم إطلاقها. إن كونسول نستناولها تجيب دي بيرفورمانس أقوى من الفيرسيون حالية. من بين الأخبار اللي خارجة هو أنه سويتش برو باش تجيب معاها إن بيوس إنفيديا تيغرا 239. حسب جيمينج ليكس اند ريمورز فانه موظف في انفيديا كان اكد الشيء هذا. ان بروسيسور كومبلي اوي كور جرب فيه نينتندو من جوان اللي فات. اذا صحت الاخبار فانه السويتش برو باش تكون اقوى من البي اس 4 والاكس بوكس 1، لكن الاعلان على الكونسول موش باش يكون قبل ربيع 2023 على الاقل. من بين المميزات الجديده المنتظره في السويتش برو المحافظه على ستيل ابريد، اون كونسول اللي تنجم تكون بورتابل لكن زاده في الصالون، ونستناو زادا انو الريزوليسيون تكون 4K في عرض 720 الحالية. شركة مايكروسوفت أطلقت موقع انترنت خاص باش تتحدث فيه على صفقة الشراء متاع اكتيفيجن بليزارد. صفقة تقدر ب 68.7 مليار دولار وتعتبر واحدة من أبرز الصفقات التكنولوجية وواحدة حتى من أبرز الصفقات في الاندستري متاع الجيمينج في السنوات الأخرانية. حسب الموقع فإنه الصفقة هذه وراها فيزيون كاملة مع شركة مايكروسوفت باش تجيب برشا دي جو دي كونسول وأكثر شوا للجيمر. حسب إكس بوكس فإنه الصفقة باش تساعد برشا تجربة الجيمينج. وأهم حاجة هو إنه سوني ونينتندو المنافسين متاع شركة مايكروسوفت باش يقعدوا هما أهم لي بابليشرز متاع لي جو متاع أكتيفيجن بليزارد. ذكركم إنه الصفقة لحد الآن مازالت ما تمش تفعيلها رسميا نظرا لأنه ما يتم تفعيلها إلا إذا كان تحصل الموافقة مع عندها ياكل تابع للاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا اللي التوى قاعدين يدرسوا في الصفقة هذه. يعني فما إمكانية إنه تتعطل الصفقة هذه، خاصة إنه فما برشا أخبار تقول إنه سوني ونينتندو قاعدين عاملين مجهود كبير ياسر لإيقاف الصفقة هذه. وبالطبيعة إذا تمت الصفقة فإنه كتالوج كبير باش يكون تحت ملك شركة مايكروسوفت كما Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Starcraft ولا حتى Candy Crush. أقعدوا معنا بعد شوية نحكي لكم على التطور والخاصية الجديدة متاع الموتور دو ريشيرش جوجل واللي أعلنت عليها الشركة الجمعة اللي فاتت.